السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. ما بنته رمي صباعتي. عيب حبيبي عيب. باقل 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 شو هذا؟ وين متعلمنا هالكلمة باقل؟ فعلا. نوع خبر كلمة باقل. وين تعرف بقى؟ جني. جني خبرك؟ زين. أبوي صلاح في زيارين. أقول لكم أبوي توني ناشف رقاد. رقدت رقدة. انت اصبر ها هيا سلم التفافيل ماشي لا وين ماشي وهذا شو مطاره لو اقولكم يا رب عندي سبب اخبركم من زمان وانسى كل من يا طار الزيارين تطرع علي الوقت اللي خطف اعرف ريال الله يحفظه عاد ويخليه يوم بيعديه القير من يجي الحر مره توا بادي بشر رطب يته ضرورة أو أنه يته ضرورة ويازم يرتي ويزوع دم الله يعز ميكو السامعين ويهاوع ويزوع دم يوم ما يتيلم يهيلم هاوع والزواع إلا قرب عدال أمه ولدي وشو بلاك وشو بلاك أو أنه ترمس اللي فيه الجنية ولا تشبوي في ضرورة والضرورة هذه تخليه يزوع دم وما يغدي بخير إلا لين يصير لبنان كل سنة على هالمنوال كل سنة وقزر حياته انه هو عاد مبزين من بد اخوانه هو باجي على الله يحفظه لين اليوم لين باشر يا غير من بد اخوانه هو لين بز من تي هذاك الوقت يته الضرورة ويازم يسوعل ويكحكح ولا يغدي بخير لين يبون له ابوي المطاوع ويقرون عليه او انه ويقولوا استنزل واللي فيه يبون هو بيروت هو بيروت يصير لبنان ويجلس 3 شهور 4 شهور ويرد بتسكر المدارس سنين اللي خطفت هي والله سبحان الله حطرت علي السالفة وما تي ضرورة إلا في الصيف مرة في اليوم بعز الحر ويوم تيه الضرورة يستنزل ويزاوع دم ودم شو عادة يشرب بيمتو ويزوع عمره أساس إن الجن اللي فيه ما بيغدي بخير اللي فيه الزيارين ما يغدي بخير لين يظهر من البلاد يصير بيروت ويطيرون الاول يطيرون يطير طياره على طيران الخليج الحين بعد الاول ويصيرون الاول البحرين ومن البحرين يطيرون بيروت خط السير هذا هو الاول ما شيء طياره تشلك من ابو ظبي يصير دايركت لازم عن طريق البحرين ترى مطار البحرين لين اليوم من المطارات المهمه أول ما استوى مطار البحرين هذا اللي تشوفونه شيء من غرائب الدنيا الناس تظهر من كل بلاد يسيرون مطار البحرين بس يطمشون عليه ويردون أنا واحد منهم يعني نطير مطار البطين الأول أبو ظبي نصك لين مطار البحرين أي بلاد بنسيرها نفضل أن نسير البحرين ويا ليت المدة تطول ترانزيت بعد حتى لو بنسير الظهران مطار الظهران سرنا عن طريق البحرين نتريى 5 ساعات و4 ساعات مطار البحرين إلا نتفرج على تصاميم مطارك التيال البحرين شيء عجبه ظهرت وايد عن السالفة حتى أم محمد تقول لي تراك صرت بعيد عن السالفة وبعد واحد الله يحفظه هني بعد عذرة بعد ما توفت الله يرحمها وهو باجي شرت هذاك أخينا ليصير بيروت هذا الله يحفظكم بعد يوم تيها الضرورة يستنزل وما يغدي بخير لين يبول قفاصه القفاص بقفصه دياي عربي من العين يعزر على امه فقيره تجيب هم العين ويذبحونه وهو يصرط يذبحونه هم عليهم قصيره وهالسمك يا غير ما يطيب له الا فراري العين وكل اسبوعين 3 استنزل وما يغدي بخير لين يبول قفاصه في الحويه شوفن وقاق وقيق وقاق وقيق بلا والله فلان والله استنزل وضرورة ضراير ضرورة ليه فيه ما تبلى فراري العين وهيلة بيس الله يرحمها اذبح واطبخ حق ابو فلان الله يطول بعمره يلا خلاص انا فهمت شيء؟ لا وين بتفهم؟ حتى هاي ابوي ما فاهمين الا انت سالفة دارت في بالي بغيت اخبركم بها الله يلا الله كريم قلبي حان الامهات هاي الامهات ماتن بنتينهن الله يغفر لهن والعيال اثنين التباجين هاي اللي تيهم ضروره وكلهم صاحين يدتشون والله
اثنين التم صاحين رقم واحد ما فيهم ادنات الدون صاحين يدتشون سبحانك يا رب. ولما هات الحين انطحنا واحدة من طحنا ظني قبل خمسة قبل 20 سنة واحدة ظني قبل 15 بنتين هن طحنا قلت له عيال تامين يدتشون بالاربع شو هذا؟ لا اليوم ما اريد اليوم ما اريد قلت جيت اليوم اليوم ريوقي ابوي عسل نونتين وجبن جبنة الدويم اللي جاي من السودان وخميس اليوم هنا اليوم هذا اكلي لا في على التوست ولا في على الغرباء اليوم هذا ريوقي يكون قلت قضايا انا انت بتروح وين تبي تروح وين بيت وانا انت وين بحبها انت بس بسير بحب ما بتجلس عندي شويه اذا بيع اذا انا ها دبي سير دبي انت اليوم بس سير دبي انت اليوم لا بيت الجمعة بسير دبي بسير بتبات ولا مي لا ها انسانس بتسير الفندق بتسير الفندق ايه بس بسير الفندق بتبات ولا بسير بترد لا بتبات ليل في الفندق وبترد ايه بس بعد وليش ما بسير عندكم مريم ايش حقها حليلهم انتم هنو ايه بعدين بسير لهم ايه هالودي سيرك خاصة يعني خاصة بس خاصة إن شاء الله حبيبي إن شاء الله حد بيصير وياك الخدامة ولا بس دريول؟ أنا بس أنا روحك؟ لا أسد أسد تتسوق؟ لا أسد ليش ما تتعلم السواقة؟ نمونة لا صاحي والله أنت غير نمونة كل العرب تسوق شو مشكلة كذا ما تسوق أنت؟ صلاح أنت بتعلم السواقة؟ مينون أنا ما بمينون سؤال عادي يعني لا عادي لا عادي صلاح منو تكلم؟ يلا منو تكلم عاده؟ هذا مال بن اياس؟ ايه متى بتصير لها؟ متى بتصير لها؟ الحين زهرك متواكل سلم عليها صلاح زين؟ زين بس سلم عليك خالد صح ها؟ صح بدي يوديهم صح اعطوهم صح ان شاء الله حبيبي ان شاء الله تودي وايد لو شويه؟ شويه ما بتودي وايد؟ ايه انزين يلا ان شاء الله تعايز تشتل من الوقت مبوني ناوي اتغدى عندهم في الشويهات وتميتها تمطمط يلا سوي قوم صلاح ويا ام محمد وهذربان وقلت في خاطري بتغدى ومني متهلع مسوي مخلي ما اسويها اخبرهم وهم يسوون بشاتير مسوي فوقة مالح المالح على خيل البحر انزين ومتهلع وبيصير غداهم الساعة 1:30 صحينا وانا اشتليت ما بطعمه منه اذا تغديت في البحر وفي خاطري متهلع اني اطعمه منه فقلت في خاطري حي وحاي اخرت السيرة لاجل اني اطعم من الفوقات مالح الخيل وبس بطيني تحيدوني ما هان علي وبس اصوركم احب بغيت اصوركم طريقة خدمة المالح الفوقه اللي هو المكبوس حد يسميه فوقه حد يسميه مكبوس فوقه المالح احنا يوم نسويه الفوقه المكبوس يعني المالح ما خليه حزاز كبار عقب ما ينخدم ويتنظف زين ما زين نقطعه على كبر الرايبه هالكبير وينحمس ويا السامان وقشراته وعلمه وخبره وكل ما يبى من سامان عقب نمرجه ونتبس عليه ما يغدي السمك روحه والعيش روحه الودام روحه لا الودام تفتت ويا العيش فلذلك كمية المالح كان مالح قباب ولا مالح صدى ولا مالح خيل كل يكون نفس الكمية يعني حق ثلاث قواطي خبيص يعني تقريبا كيلوين ونص عيش تحط نفس القياس سمك لو دام يكون نفس القياس ويتغد على كبر الرايبة فيتجانس الحين برويكم إياه ساعات نحط ماش بعد يعني ثلث ماش والثلث عيش والثلث مالح فيستوي ثلاثة أشياء مثل المجدرة
ما اعرف شو حد يسميها هاي طبخ الكويت يعني هبطبخ ابو ظبي الامارات هل الموش يعني فنسوي يسوون بطريقه الكويت فلذلك ساعات نسوي بهالطريقه وساعات ما يستلذون حد من العرب ما يعيبهم ماش وعيش وربيان ولا ماش وعيش ومالح ما يوزلهم متوت اسقني حق الغداء اقول لكم هذا هو اللي بخبركم عنه فوقة المالح ان كان عاده المالح على الحمت على قباب ولا على صدى ولا على خيل البحر نفس الطريقه المالح يتفتت زين ما زين على كبر الرايبة ويتجانس ويا العيش وش قال غدي ما بكل قطعه حزاز لا ها شوف على هاي جناسه على كبر حبه القهوه غدي يغدي لذيذ يعني وايد اخير عن يوم يغدي قوس قوس كل حزه روحها لا فيغدي كميه الودام نفس كميه العيش يعني مش ان العيش اكثر ولا الودام اكثر لا كله بنفس القياس وحلم العرب يسوي ثلاثة ثلاث ماشي وعيش ودام اللي هو المالح باي نوع واللي اهم عن هذا وهذاك اللي اهم عن هذا وهذاك انه في الحمسه وتنظيف المالح اهم شيء تنظيف المالح يتظهر قبلها بيوم وينغسل ثلاث اربع ويوه بماء بارد وينحط في البراد لين نهار ثاني ويتفور عن اول فور وينشب عنه من يزم ويتنظف وعقب يتبسل على هالكبير وينغسل زين ما زين وعقب ابوي حمسود له الحمس اللي راعية البيت او راعي البيت يباها له وينخدم على كل حد وطريقته يعني كل حد وطريقته طريقته مش سهلة يعني من الاشياء اللي مش سهلة ومش اي حد يقدر يجيدها وايد ضروري يكون مخدوم زين بس الرمسة بعد شق لكم أغنية من الأغاني اللي أحبهم بعد أصلا أغاني محمد عبده بنوره ما يوجد أغنية شوبها شائبة كل أغناه من أول ما ابتدأ لين يومكم هذا لن ينتقل كلمات وقصائد واللحن والروحه يلحن أغناه روحه فلذلك أغلبية أغاني تلحينه شيء جميل محمد عبده هذا شيء لا صار ولا استوى يا الله يحفظه يخليه يطول بعمره ان شاء الله بعد هذا اللي تام حين من الفنانين القدامى والممثلين القدامى يا ابو جلفع كل يوم حد يقص تكيت كل يوم حد يقص تكيت اخرهم والله عاده اللي ما حد بيتعوض بله ما بنلقط له بديل ولا حد يعيض عنه اللي هو عبد الحسين عبد الرضا هذا شيء لا صار ولا بيصير هذا يعني جعل الله يغفر له ويرحمه والله ابو عدنان الله يغفر له عدد ما ادخل ابتسامه في كل بيت وعدد ما سله كل انسان وعدد ما قال كل قصه هادفه جعل الله يغفر له عدد كل حرف تفوه به من استوى لين الله استخاره نعم والله العظيم كل هالعرب متأثرة تحس ان فاقدين حد من هالبيتهم يعني سبحانك يا رب الله يغفر لي ويرحمه نعم عبد الحسين عبد الرضا سبحان الله يوم يقول لك من الفقايد
فهذا هو من الفقايد انه يعني حيا ومات وهو فاني حياته لجل ابتسامة كل انسان للي حضروا له على المساح واللي شافوا تبذيله واللي عايشوه وانا واحد منهم. يعني انا جد حضرت له لك 600 شيء في التلفزيون وفولته كذا مثال. يعني على شخصية ما اعتقد التاريخ بي او الكرة الارضية بتنجب او ولادات بيولد الرجال هالنمونة ما اعتقد. من خاطر والابتسامة والرمس اللي من القلب خاطر الشرح يعله الجنة. الله يغفر له ان شاء الله. ابوي تراني انا ما اسرع بس ابجي وحدو هنتين بين 130 و120 130 و120 ما اسوي زيادة ما شيء. شو متلاحظ وقت ما وصلت بوصل لا سابتين الله ولا غالبين. المرأة انا اموري طيبة وبشيركم موضوع البارحة وكسر الروتين سوى قرقعتين ما شيء كثرها والله شيء من الحريم شيء من الحريم يقولن والله يا ابو محمد يضون ريالنا من العزب ينهم من الزرب سيد على الفراش مروح ومدخن ومعطر وغادي ريح تتشدخ وانا تقول ريحتي تغدي شرات ام الدويس من خامل الريح وهو ريحته روث وبعر. الله يعز ملكه والسامعين تقول عبو لو بعد يتلاوى وياهن يتلاوى ويلبيشان ويلدبار لو بعد يتلاوى ويا الدبش ويا الحلال ما يتريح تهنمونه. نعم هروح مصيبة شيء من ريال زي تضاوي بيت وفلة قصر شداد من عاد مسوي لك والحرمة متعدلة ومتزينة وغاديها عبدا تتقاطر من أطرافها على مقالب وانت اتيها بخياسك وما فضل عنك. يعني ابوك انت ما تخيل شو جبدك انت وين حرمك بتشاهد ريحتك وكلك انت ريحة روث وريحة خرفان كان هلا متلاوية ويا خروف فحل خروف ضارب انه هياي انتي تراك هاي وريحة الخرفان لاصقة في ثيابك وفي راسك وفي شعر ينبك شو خانك ضل عنك. والله فقير والله فادي عبرني عليها تقولي تروح وتغد وتدخن وياي مصالون وخلي شيء ما سوي له بيجيني هو ريحته وهد تحت الحاي مات زي ما ايش بسوي. ان شاء الله رب العالمين بتلقطين رب العالمين بيخلف عليك بالري اللي في خير اللي ريحتي يبت تتشاهد في حياتك الحين انت توزي لا حلج ولا قوة. نعم توزي شو بسوي الحمد لله القطيل شت ريل منهج غير جبوا يدورون ريل مقطن مبلغ طيب انت بعد ريل منهج لا حولك ولا قوة شو بسوي. خلاص ترى جبت ليتي اسمها بلوة تيجي دراج الاول يطالعون حي الريال انت كل بعد الغلط ممكن من تشوف انا الريال شفت مظهر الخارجي واغمي عليه وما زينه. ترى سبجي يقولوا لكن يوم تبان الريال تنقل راعي الصلاة والدين راعي الصلاة والدين ما بيجي منهج راعي الصلاة والدين هذا بتيج ريحته دهن ورد ودهن عود. نعم هذا ما اللي بيصير يصلي ما بيصلي على خياس وصاخة ما تلقطينه إلا دو ما ريحته فنانة وعاد عطل مطاوعة دهن عود ودهن ورد فهذا هي خير عن شيء. الله وحين انت عمرك هذا اللي باجي تقسري وياش بسوين رب العالمين بيرزقك ان شاء الله خلاف في الآخرة ريل يتشاهد هبك عن هذا حين اللي ريحته محومضة شو بتسوين لا حولك ولا قوة تقزري بهذا. شو حين تام العمر كانت صابرة عليه وحين عياله طولة وتقولي لي ويوزتيهم بس حين تصابر هالدهر كله الحين بيختلف ما اختلف ما هالدهر كله الحين ما حوله يعني ريا خلاص ريا ما حول بيتم على ما هو عليه لا حولك ولا قوة صبري لك الجنة يا ماي لك الجنة. هذه على الله يحفظكم لفت شويهات هذا اللي يجي توني واصل بس الحين عاد هذا محدرانية الشويهات خلاص وقف القار الحين يجي الكتش عاد ما
من الحين لين توصل فريج كتش، ترى من القار لين الـ لين الـ الكتش، من الكت من القار فريج الكتش هذا تقريبا اظني خمس دقائق او اقل، بعد عن خمس دقائق يمكن 2 كيلو. شو الشعبيه تبين هب الشعبيه البيوت يعني ضاري على الشعبيه وشعبيه. هذا الكتش انا ما اقبض الكتش هذا اللي فوق هذا الله يسلمك ما اقبضه، هنا يسوي قرقره في السياره وانا سيارتي ما تهون علي، اقبض اللي تحت هذا. هذا مره سلام السلام يزل الموتر عليه عاد يوم يجي المطر طريق هذا المكان تغدي يجيب الا ما شوك وفرس، ما شوك وفرس. تدرون هالشارع كم عمره؟ بالسبعينات ترى هالشارع هاي مسوين حق الجيش وعقب كنسلوه ونشوا عقب قوم الهادومه روحهم الاخوان حياة سالم الله يغفر له ومحمد وعيد الله يطول بعمارهم التوجيهات عاد من امهم فاطمه بنت هلال الله يغفر لها وهي عاد المامر الناهيه وحيدهم كل يوم بين اسبوعين ثلاثه ادوا بيزات ويابا وابويه كتش ودفنوا بمكان وكل ما نزل القار زادوه كل ما نزل هب القار الكتش زادوا ولا لهم رمسة طول فترة الشتاء رمستهم في الميالس كان حريم لو ريايل إلا عن الكتش وخبر الشركة تجيبونها كثرة تريب كتش واشتغلوا عليه وبسطوه الكتش على وين تشوفون الشارع هذا وين الحين اللي أطري أنا وعلى هالمنوال بالحياة وحين ما اسمع حد من متوفت بالتهلال على هالجنة ما اسمع لصيت الكتش لمسات تسمع شركة اتصالات ما ادري اي ولا شركة دو جايبين مساح يمسح الشارع هذا الكتش هذا جابوا قريدة تمسحه ومسحته قريدة لو كالكتر وحدة من هنتين وهذا بعد كتش جديد بيت الغالين هذه على الله يحفظها ان شاء الله ان شاء الله اللي بيذهب وبينخدم وبيستوي بيت ما عقبه بيت ان شاء الله. اقول كم وهذا هاي البيوت اللي هاي البيوت اللي هناك اللي تشوفونها بيوت قوم بالياعد اللي سافر اظني بيت بيوت قوم بالياعد وهذا بيوت قوم بالسند ومن الساح بعد هاي وانت ساير كلها عاد بيوت قوم الهادومه لين عقب بيك بيت قبيل وعقب بيت قبيل بيك بيت من عوضه وبيوت وانت ساير عد وغلط عاده لين البرقه اللي هناك اللي تشوف البرقه هاي اللي عليها الشيب هاي برقه الشويهات هاي اللي يزير روحها يقول لك يزير الشويهات هاي اللي يزير وهاي الساحبه من غير هذا يسمون بر ولا الشويهات هذيك ولا الشويهات ان شاء الله اذا باكر وحالي الضحى ما سرنا البحر اني بسير بصور لكم من جدة البرقة اللي فوق مناظر جميلة مكان يعني خلاب لا صار ولا استوى. امس الله يسلمكم يوم اجازة المدارس البقعة هاي ما شاء الله ما تشلم العرب امت لا اله الا الله امم هالفرجان ممزور الفرجان لين عينها الاف مؤلفة اللي ما يصير اللي ما يسافر اللي ما يسافر وعنده مكان يا بيته ولا يا مكانه وحد ليوه وحد البحر وحد الحول وحد اليزر والناس تظهرت من البيوت تفرع عن خطرها والناس تغير جو كل حد مسكنه كل حد بمكانه هذاني مطر جايين هم جنة حد يطير طيارة ما حد صغار يجي كل ما حد حد المسكارات يمكن وين راح بسم الله الرحمن الرحيم تعال خيل الين عليك الصلب
وين وديتشو؟ ديتشو وين؟ السلام عليكم. سلام. كلش نفرات زعلان. انا يقول... ما في زعلان. ها؟ انا ما في زعلان. انت منو ترابك انت زعلت لو ما زعلت؟ مين؟ نفرات علينا زعلانين، ليش ما يروح عند محمد تسوي صورة بنغالي؟ والله ما يسوي صورة. ليش؟ ما يسوي صورة. ليش عاد؟ ما في زين صورة. صحيح ولا؟ ما في زين. ها؟ كلش نفر. ليش؟ قابل في ازازة ايزي مريم. هي. مريم علي. هي. علم المريم. زين. علي سلام. هذا نفر يقول خبر خالد ما يشيل صورة مالته. ليش هذا؟ ما ادري. شو مشكلتك يعني تسوي مريض قبل ما اصورك؟ العظيم ليش؟ هذا في زين ولا ما في زين؟ نفرات كل شيء يقول ما شاء الله. ما شاء الله زين. كل شيء يقول ما شاء الله، انت ليش يخوف؟ لكن نفرات ورا سوء كلام؟ ها؟ هذا كم سنة يشتغل مني؟ هي انا ابوه. هي والله لازم هاي عن ابوه؟ هذا انا ابوه. هي سما شو؟ ما ادري. قولي ثياب سما المال ثياب سما المال هذا. حقك انت. هذا انا من كلام انا. والله هذا المطبخ سدام واسوي كلام. انت حدا كذب عنك في الدنيا لو انت أنا. اكبر كذاب في الدنيا العود. اي نعم انا. اي ذاك اليوم جبت لك نعول قلت ما جاب لي نعول. لا ما يريد تربط ما يريد في سمن موجود. والله هو يكبر انا ما يريد انا ما يريد انا سويت تليفون مجل لندن انت يعني سمن بالله تلوي الساحر. شو تغديت اليوم؟ اليوم انا سمك شيء عنافيز. وين؟ عم فوز؟ لا امس ما في. امس بابا مصور لنا طرش اللي انا صوره. واحد. زين وينه؟ اليوم اسوق هذا ارباب. كلت انت ولا كله ارباب؟ ارباب. كل عم فوز عود لو صغير؟ لا ما في كبير يعني زين. ميديم. ميديم. سمين؟ ما في سمين زياده، ينام في سمين. الحين يا عاد ابوي ما رمت اسير ويا ابو محمد انا. انت بس سير ابوي سر، الله يحفظك. سار يجيب لنا وداع ما عاد حق العشاء ان شاء الله. ودربيكم خلاص. ابدا ما يفول ماتش السار ويا خالي بسير لكن هو والبحر بارد وبانو شهلال يسوي ميع الراش ولا في ابوي على الراش والهو الفحني هو البارد اسكنت بيلس هني ابوي مشاهد ابو عبد الله يعلى الله يحفظه مرزوق ومشاهد بن حضيبه الشيخ بن حضيبه السلام عليك. السلام عليك جزاك الله خير. هي شيخ بس شيخ طوع الله يسلمك انواع انت مشيخ الطوع حينه هذا حين من الادمي من يطوف ال 45 يتهم شيخه الطوع وازم مسبح 24 ساعه المسبح هناك روح انقص ما باليد الحين. يا مرحبا ابو عبد الله شو عشانه اليوم؟ والله على كيفك كتبك موجود الله كيفك انزين ليه تشوفه؟ بس على كم سنه اللي تامر عليه مره ما يهمك. اي يا ابو يا ابو شقر هذاك وين؟ يا الله يحفظه. ما بيضوي الا ان شاء الله جايب الودمات عنده. اي الله يحفظك يا ابو محمد. ترشاني وغالي اسير تحش علي. ما في ما في. بسير عندك يوم المعاناه. وبنسير نعاني بسير. ولا الحين ابوي لا في ولا شيات برد موت حي طعمين تهذا الطراد شوي يهوسون على ريسه شوف يجي الراس من شرق ومن غرب وتخرس كبرك اللي داخل ايوه تدعى دحين يا رب البيت والحرام ايوه هذا اللي اتروع به لك الحمد اليوم توفقنا في الخيل هذه ما شاء الله اسمها عنبره واليوم ان شاء الله بنسويها مالح هذه وصلت على النبي ما يقارب 200 كيلو ما شاء الله راح احاول اشلها ما شاء الله ما تتحرك اللهم لك الحمد واليوم اليوم سكين ان شاء الله باذن الله تعالى نرقب الحوت مع تحياتي الحوت خلاص وقفنا جزاكم الله بالخير متابعينا الحمد لله لك يا رب توفيق من رب العالمين حصلنا على العنبره
طبعا هذه طلبية خاصة لأن أخونا الكبير غني عن التعريف خالد الخالدي، وسأل الله التوفيق لنا وله إن شاء الله يا رب. طبعا خالد الخالدي طلبها مالح، وقلت له إن شاء الله بإذن الله تعالى إذا حصلناها أبشر بسعدك راح نسويها لك مالح ونطرشها لك. طبعا اسمك فرش من الطراد للسكين على طول. تابعوني معكم أخوكم الصغير أحمد علوان صاحب مالح الحوت. تحياتي. هذه لحمة العنبرة وحاليا نسويها مالح ما شاء الله ما شاء الله. طبعا أخونا خالد الخالدي طالبينها بورق الليمون والحجم العائلي، هذه ما شاء الله تبارك الرحمن الحجام. وحاليا قربنا ننتهي والترتيبات الطيبة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما شاء الله ما شاء الله جودة عالية. مالك إلا الحوت، آمر تدلل وفالك طيب يضبطك على كيف كيفك باللي تامر فيه، من اليودر من الكنعد من القباب من خيل البحر والترتيب اللي انت تطلبه. هاي ما شاء الله تبارك الرحمن طلبية جاهزة والحمد لله الكرم. هاي طلبية اخونا خالد الخالدي مثل ما وصانا، قال ابي الفلفل والورق ليمون والليمون شرائح. قلت له بشرب سعدك وباللي تامر فيه فالك طيب. وهاي ما شاء الله هذه العنبرة، هذا مالح العنبرة. ونقول بالعافية عليك يا أخوي الغالي بالعافية. طبعا بعد شهرين لما يجهز. ما شاء الله أحجام طيبة الصراحة. أظني شفتوا الحين الفيديوهات اللي نزلت لكم إياهن، هاي الفيديوهات لقطتنا الحينة ونزلتن على أساس أذكركم الوقت اللي انصادت في اسمك قبل يمكن شهرين ونص أظني أو ثلاثة شهور. المالح الحين كان يعني من نحط الملح في المالح ونخدم الحين كم تقريبا شهرين ونص، ولازم شهرين مش أقل عن شهرين عسب يكون يستملح المالح وتروم تاكله. هبل ملحوه شقوه ملحوه وكلوه، لا لازم يخطف عليه وقت أقل شيء شهرين ونص. فاليوم أول ويبة سويناها من مالح اليوم فطلع شيء لذيذ، وقلت برويكم. وايدين يقولون نحن والله شوف السمكة هذه مدامها صغيرة اسمها خيل، خيل البحر، ومن تكبر تغدي الحجم هذا سموها العنبرة. نفسها فصيلة الخيل لكن حجمها يعطيها الاسم المسمى العنبرة. أكبر حجم تسمى وتصنف الخيل العنبرة. طالب ريال من هالصور يسمونه حمد الله يحفظه، منني من متى عاد العنبرة مكودة عندهم في صور هناك وجدراس الحد ومصيرة محيط ومكودة عندهم، ومنني من متى من 5 سنين وهاي السنة سادسة. إن شاء الله ما صدنا، إن شاء الله ما نصيد، إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله. ومن هذاك الآن إلى هالآن، وأنا أمس أترمس هالريال الحوت على أسئله أقول خاطرية في الحمد خيل، قال إن شاء الله أنصدنا فالك طيب. أبدا والله، يوم عدى عقب يومين، ثاني يوم لا ثالث يوم ولن صايدنا، قال لي أبشر بسعدك وصورها فيني وطرش لي إياها حليلة جزاها الله خير. قال لي حظك، وايدين ردوا وطلبوا من عندي غير ما صادوا إلا وحدة الموسم هذا اللي خطف. ويقول لين اليوم انت ندور، يقول نصيد قباب وتشنعد وخباط وكل شيء غير ما صدنا عنبرة إلا وحدة. صادوا خيل صغيرة صادوا يعني مثلها لكن من الصغار، لكن هي الطيب اللي يطيب المالح في على العنبرة العودة هاي الحجم هذا اللي تشوفونه 200 كيلو 250 350 توصل حتى إلى 500 كيلو. كل من كبر حجمها كل من طاب بلحة يغني وايد فنان. أبوكم بظهر شرعت أصور لكن برد ها. ما شاء الله عليك يا ابن حضيبة، ما يود لا برد ولا قيرة. يلا الله يبارك فيه، حش علي برد قاطع غير نمونة. يا ابوك هو ما تروم تصور، هو مهب
الهواء يضرب في التسجيل، يوم يضرب في التسجيل ما تروم تصور ابدا. يحشر العرب الناس بترمس ناس طعم كمازين جو والله رقم واحد، لكن بس هالمهب الحين عاد تبتدي ترش الماي تسجيل اظني. الحين بالحضيبه صار ابوي يجيب بترول، وهلال صار يجيب ودان. ليه؟ وانا ابوي متفيزر روحي، العرب ابوي كلها محل كلها يجيب شيرك ماكو متوه. ابشروبه وينه؟ ذاك يشوف من قصر حتى ما يبين، تريش الطراد اطول عنه. حليلك يا متوه فيلم. كلش نفرات تقول وين متوه وين متوه. يلا سوي سلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ تمام. شو اخبار؟ زين. شو اسمك انت كامل؟ كامل؟ هي متيع كربيا متيع. هي كامل؟ كامل. هي ما شاء الله عليك. ليش ما سويت تليفون؟ كم شهر راح ما يجي ترين شهر؟ نمبر ما في معلوم ما شذبك؟ لا ما في معلوم. ليش ما تسوي سؤال ارباب؟ انا قبر ارباب سلام قبر ما خبرني عيال. هذا شو الحين عندك؟ هذا؟ ايه في امور يمسك. ايه ميوال. حد يسمي ميوال وحد اسم ثاني شو؟ منتب. منتب وميوال. يلا يركب متو. مسوي بوري؟ بوري حار جديد؟ زين. يقولوا لي يوم تسير البحر تسرط ما تشوف عينك. منو ما يروم يسرط؟ منو يروم يود عمر؟ ها وبوري حار تو حاد مخاد منه متو نفخ. عليكم السلام. شوف الله عليك يا ربي يا ربي. اسميها سالفة منو يروم يقاوم هالدنيا كلها؟ وين ما تصدك وين ما تصد صراط كل حلاوة وكل هذا اللي ينفخ. يلا بحر بحر وحلاوة. ها شو خليه هذا حق اليوم محمد. طيب شب داخل صليب اشوفه. شب هناك هاي الصليب هذا شب داخل شب شب الله دم عدوان الله. ايوه شعري شعري يا سلام قابضه. ايوه هذا شو خبار؟ كان عدل وخبار بالغة ما شاء الله. خلاص؟ هي خلاص. شو بتسوي مقلة؟ كان عدل مقلة وعيش أبيض. ها؟ مشواي؟ صافي مشواي. هذا أبو يشان شعرية وقابض وصافي كل مشوار. هناك مسويين مقلى شنعد وعيش ابيض من غير. خلينا نشوف اخيرا ما يكون هو هذا هذا اللي يوصي عليه الدكتور. اخف عشب الدنيا يروح. ايوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حافظ عليك الشعري حافظ على الشعري بالصواقة. هاي الحمد تنفتش عادة هذه يشوفونها هاي هنا تجيب العافية. هذا مقلة تنعد تنعد مقلة تنعد مقلة حق منو صافي هذه؟ شيبة شيبة طالب مقلة؟ اشوف اشوف رامي وجهك رامي وخس الله تلويه. ها
ها حق بنور راسه مشرعه أربعة شو؟ أربعة طيب والله يجي بنت؟ هي يجي بنت كم عمر حينه؟ الحين عمري 20 تنين 20 ما شاء الله شو سمي نام؟ نام؟ اسم منجو 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 سميتوها اسم منجو منجو هاي اسم منجو اسم مال جني لا والله منجو وامنا منكو منكو منجو منجو هي اسم منجو نسين يعني شكرا ما في هذا نمون اسم منجو ما في هذا اسم جني لا لا ما في جني ها ما يسمى مسخرة هل يسمي بنت منجو؟ ليش يسمي منجو؟ كان سميت عائشة، آمنة في نفر زيادة فاطمة في نفر زيادة مباركة في شو عيال؟ شو منجو؟ يا جو ها؟ أنت ما يسوي القرآن حسن يعني ليلة بسم الله الرحمن الرحيم ليلة في قريش إيلة فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت زين الذي أطعمه من جوع من جوع أيوة من جوع وأمنه من جوع منها حين تشو اسم من جوع من جوع من جوع ولا من جوع ها؟ من جوع من جوع أنا شو أنا بحياتي ما سمعت حدا يسمي من جوع أول مرة بحياتي سمسم بابا ولا سمسم ماما؟ مين؟ ويه مال هي؟ كيس؟ أنت ما تشوف صورة؟ في صورة بالموضوع كيف شكل؟ ماما ولا بابا؟ يعني زيادة بابا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله في مستشفى إيه أوبريشن غير هالاسم ما تسميه من جو ما في زي من جو أول تنين أول بيبي هذا عندك أنت؟ أول ما في بيبي؟ أول تنين بيبي يجي مول ليش؟ عشان ما يسوي أميلية هي وقت تيجي هي سبحان الله هذا سوى أميلية الحمد لله الله يطرح فيها البركة إن شاء الله من جو من جو ها مشكلة أنت والله في الدنيا أنا أول مرة يسمع كيف أول مرة يسمع داخل بلاد في نفر وايد تسمي من جو لا ما في في ها يعني ممكن بس دور يعني رويس هي. لكن روس ممكن نصل واحد ولا فيه من جو اسم داخل قرآن حسب أنا شوفه ليلة في قريش هذا صورة من هذا هي. هذا داخل موجود من جو ولا هم من جو أيوة. هذا موجود كيف هذا زين لا حول ولا قوة إلا أدلم قال الله حابي كان طرف من الكنعة حق بوني ما اكل من الله حين ابوي رد لك اكل من الله ها؟ خذ اللي تبغاه ابو عبد الله كله زين خذ هاي الاله تحت هاي بحري كلها هاي هاي كل زين لا لا بالغه تنعدم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا حافظ يا حفيظ حبوبي يا هاي انت يلا يلا بس من بني محمد هاي بعد شوي هي يلا 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 بسم الله العيون يلقن يعين لص عين لص صرت عطني عطني الشبك عارف شو رايك انا بسرعه 200 كيلو عشان اكل يا عشان شوف الشحم ياكل وبلا شوف الشحم بالله عليكم شوف الشحم صافي لا اله الا الله وانتين سبويه الا صالون الدياي ما كان ابوك محمد بن سيف اي شو اهم شيء ها هبلت زخيتوا الشحمة وخلتوا خليتوا كلتوا اللحم ودرتوا الشحمة لا لا بدها هذا تفص الص تعزل المصير من الشحمة تجلس تيمع يبال وقت ترى قبل من يوقف ها تيمع الشحم مرة واحدة ها
تجربة الطرف الثاني. ها تعرف حد من العرب ها كله يسوي هالقمة واحدة. اي نعم الله يذكره بالخير. عم واحد من الشباب الله يحفظه ما يسوي لها واحد واثنين يلطم ابو اللي ابوها في دقيقة واحدة ها كله شحم. شوف الشحم هذا ترى حب فات هذا الفات المفيد يقول هلال في ذمة هلال إن شاء الله في ذمة هب أنت تقول فات المفيد نسيه ونحن قلنا لا ما لا يرسنا بلاع بحين أربع الله بن حضي الراس النمو رقم اثنين لا اثنين عنا أبو عقنا في طوي هاي سليتة الظهر خصخ كامل مرة تنشل كاملة تنزل روح على يمب على ما تشوفون شوف الشحم ايش قال مخولف 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 هذه غير نمونه والبلح تحرى مرود مراود مراود صفت ها شوف حرامي انه مراود ها شوف روحي تحت يا سلام سلم اللهم ادمها نعم حفظها من الزوال يا رب العالمين تحط عارف فوق الشحم اللي قبل ميمعها تاكل قيم واحده بتسوي لقمه من الكبار لا لازم لقمه من الصغار يكون 90% بلوح ولا 10% عيش شو واحد عيش متى وانا يا سلام فيه ما طعم شوف الشحم الشحم شحمت البطن والكبده مره ما اطيع فيهن ما اعطي فيهن عوارض والشحم وغيره سلقطه هذا يقولون عنه الفات المفيد شوفوا شوفوا بتول بتول يطيح اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لكن ما تكتر العيش ها شويون تعيش العيش شويون ها شوفوا بتروح الأصابع إن حبيت يعني تحط شويون الدقوس فما ينكر حال شوفوا بس تدق من كثر ما هي صغيرة حتى ما تدور في راحة اليد صغيرونة زين الحين حد منكم يشور علي هذا واحد شي مردد هذا مردد وهذا استعرضه شوية يا غير أنا أشوف المردد هذا غير ولا ظنكم هذا ها شو الرأي هذا قميضة والله يتخلق والله إن قميضة يتخلق حرام ها روحه يزقرك روحه شوف أنت ها يوم شو سنام إيش قام مغلظة يا سلام إيه الصيح ذنيك يا بنات الشيب الصيح ذنيك الصيح ذنيك يا بنات الشيب يتم من هناك أنت عادة ما حد قال كنت ودل إنه البحر ها يا سلام يا سلام يا حافظ يا حبيبي أقولك تم من عاد أنت من اللي هناك يا سلام سلام شو شحمته شو شحمه شو بالله عليكم هالشي طبيعي يوم أقولكم سمكة أبو ظبي تختلف عن كل سمكة والله العظيم يعني من صدق رمسكم ترى الرعي هو المول على الرعي وين الرعي شوف سمكة أبو ظبي البر هذا اسمه بر المول وبر المول رعيه يختلف عن كل رعي يعني شيء غير نمونة شوف البلح شوف البلح شو هاي حرامي غير التحرى جبن لا إله إلا الله سبحانك يا رب اللهم ادمها نعم حفظها من الزوال ابدا هو جبن هو زبد ما تعرف هاي عادة هدية مني انا لكم هدية ما قبل النوم
بنت مليون وبنا بعيون خضراء بالوصل ما جاء بعيون خضراء بالوصل ما جاء زادت مليون وبنا ما يدري عذراي ما يفلوهات ما يدري عذراي ما يفلوهات محكوم قلبي بدل العادة محكومي قلبي بدل العادة محكومي قلبي بدل العادة هاي عاد من الأغاني اللي أحبها أنا من قبل هاي من الأغاني اللي أنا أدوخ عليهن الأول وتذكرتها وشغلتها وطريتوا علي وقلت اسمعكم اياها. اليوم اليوم الهي اليوم اليوم الهي اليوم اليوم الهي